موقف المرجعية الدينية العليا في إدانتها العنف الحكومي الواسع بحق المتظاهرين كما جاء في خطبة أمس الجمعة. إن المرجعية الدينية تجدد التأكيد على موقفها المعروف من إدانة التعرض للمتظاهرين السلميين وكل أنواع العنف غير المبرر، وضرورة محاسبة القائمين بذلك، وتشدد على الجهات المعنية بعدم الزج بالقوات القتالية بأي من عناوينها في التعامل مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية خشية الانجرار إلى مزيد من العنف. وإذا كانت الدعوات تواترت الأسبوع الماضي للإصلاح، فقد شددت المرجعية على إن لا إصلاح من غير الشعب وإرادته. ليس هذا وحسب، بل إن المرجعية أغلقت الباب أمام أي تدخل خارجي في مسار الاحتجاجات الشعبية. واليوم تؤكد على أن الإصلاح وإن كان ضرورة حتمية كما جرى الحديث عنه أكثر من مرة، إلا أن ما يلزم من الإصلاح ويتعين إجراؤه بهذا الصدد موكول أيضا إلى اختيار الشعب العراقي بكل أطيافه وألوانه من أقصى البلد إلى أقصاه، وليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين أو أي طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك ويفرض رأيه عليهم. أحييك مرة أخرى أستاذ باسم هنا في الاستوديو. وحقيقة كما تابعنا جملة من المواقف تعرضت لها المرجعية أمس في خطبة الجمعة، حقيقة لو تذكرنا والجمهور الكريم أيضا، حين وقعت الموجة الأولى من الأحداث في الأسبوع الأول من الشهر الماضي، طالبت المرجعية بلجنة تحقيقية، سارعت الحكومة إلى ذلك آملة وأعلنت النتائج آملة أن المرجعية سترحب بما قدمت الحكومة. المفارقة أن المرجعية ردت الصاع صاعين للحكومة، فقالت لها أن هذا التقرير يفتقد للمصداقية. اليوم حين تقول المرجعية للحكومة أنها لم تحاسب من يمارس العنف الواسع بحق المتظاهرين، ما الذي يعنيه برأيك هذا الحكومة؟ تحية لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة، وشكرا للاستضافة. خطبة المرجعية بمثابة فتاوى، وهذه الفتاوى ملزمة لأنها يعني تماشي المزاج العام للشعب العراقي، وبالتالي إرادة الشعب
كما قالت المرجعية وكما أكدها الدستور العراقي هي النافذة في صناعة القرار سواء السياسي أو التنفيذي. أعتقد أن الحكومة كانت مقصرة جدا في قضية التقرير الخاص بالاعتداء على المتظاهرين ولا سيما عمليات القنص المباشرة، ولم يأتي تقريرها في حينها مقنعا لا للشارع العراقي ولا للمرجعية. لذلك المرجعية كانت واضحة في انتقادها وتشخيصها للخطأ في التقرير، مما حدا بالسيد رئيس مجلس الوزراء إلى الحديث على أن هذا التقرير هو تقرير إداري أو تحقيق إداري ينتظره، ننتظر إحالته إلى القضاء. وكان يفترض منذ البدء، لأن القضية قضية جنائية وليست قضية إدارية، كان يفترض منذ البدء الشروع بتشكيل لجنة من قضاة مستقلين لكي نقف على الحقائق وتنكشف كثير من الخفايا التي حاولت أو التقرير الحكومي أن يتستر عليها بعبارات منمقة تارة وبعبارات فضفاضة تارة أخرى لم تأتي على ذكر المتسببين والمقصرين الحقيقيين. وقدمت في حينها الحكومة قرابين من صغار الضباط من دون أن تشير إلى عمليات التقصير الحقيقية، أو من دون أن تشير إلى من الذي أمر أو أعطى الأمر والإذن العسكري بإطلاق الرصاص الحي، ومن كان يقف وراء القناصين الذين اخترقوا صفوف القوات الأمنية واعتلوا سطوح مباني كانت في محيط هذه القوات، وكان يفترض بأن الإنذار جيم هو الساري في حينها، وكان من المفترض أيضا أن تطلع هذه القوات على كثير من الخفايا. هنالك نقطة أيضا مهمة في التحقيق وفي التقرير وهي تتعلق، وحتى المرجعية أشارت إليها وطالبت بالتحقيق فيها، والاعتداء على وسائل الإعلام. هنالك اعتداء سافر كان على عدد كبير من الفضائيات ووسائل الإعلام، واستطاعت بعض الكاميرات المراقبة تسجيل حالات واضحة المعالم أن هنالك قوات أمنية ترتدي الزي العسكري الرسمي وتستقل سيارات الدولة، استطاعت أن تدخل إلى مكاتب هذه القنوات ووسائل الفضائية ووسائل أنت الإعلام. تتذكر والجمهور الكريم أستاذ باسم عفوا المقاطعة، تعرف الحكومة حقيقة أثارت رواية هي سميت وهكذا عرفت رواية الطرف الثالث، تتحدث عن طرف ثالث ولكنها لم تسمي هذا الطرف الثالث، يعني أسندت للطرف الثالث ما يلي: القتل، القنص، والاعتداء على وسائل الإعلام، ولكنها لم تسمي هذا الطرف. إذا كان هناك طرف ثالث يمتلك كل هذه القوة بحيث يصعب حتى على الحكومة الوصول إليه، معنى هذا يشكل إدانة للحكومة وليس العكس. يعني هو وجود الطرف الثالث لا أعتقد أنه يصعب على الحكومة الوصول إليه، الحكومة تعرفه ولذلك سمته طرف ثالث، لكنها لا تستطيع الإفصاح عنه، لا تستطيع الكشف عن هويته. هذا الطرف الثالث الذي حتى الحكومة تخشى الكشف عن هويته، ولكنها تقدم نفسها كطرف شرعي يمثل البلاد. بالتأكيد لا يعفي الحكومة من المسؤولية أنها تشخص طرف ثالث من دون أن تقدم للقضاء. إذا كنا نؤمن وكانت الحكومة تؤمن بأننا دولة مؤسسات ودولة قانون ودولة ديمقراطية فيها تعددية وفيها واجب اطلاع الرأي العام على كل تفاصيل ومجريات الإجراءات التنفيذية والقضائية والتشريعية، كان مفترض بالحكومة أن تشير صراحة إلى هذا الطرف الثالث، هذا الطرف الذي تحاول أن تخلق منه يعني شبح غير واضح المعالم، لكنها في طيات تقريرها وفي طيات تصريحاتها، وحتى الشارع العراقي يشخص إلى وجود طرف ثالث وهو واضح جدا للعيان، نستطيع أنا وأنت أن نسميه إن لم نخشى على أنفسنا من الملاحقة، أو أن يستطيع هذا الطرف الثالث أن يستخدم موارد الدولة وإمكانيات الدولة للقصاص مني ومنك. هذا الطرف الثالث هنالك مجاميع مسلحة ترى نفسها أعلى من الدولة
وتتصرف على أنها هي صاحبة الدولة، وبالتالي الحكومة أداة من أدواتها. هكذا نظرة هي التي تجعل هذه المجاميع تعتقد أو تمنح نفسها صلاحيات أن يعني تذهب إلى الناس وتعتقلهم من دون أوامر قضائية، تذهب إلى وسائل الإعلام وتقتحمها وتسكتها وتروع الإعلاميين، وربما تستخدم أساليب أخرى قد لا نعرفها أنا وأنت، لكن هذا الأمر موجود. إن لم تستطع الحكومة إيقاف هذا الطرف عند حده، سيبقى مسلسل القتل مستمر، وسيبقى مسلسل الترويع مستمر. هذا الطرف الثالث قد يكون هو أيضا شريك بالفساد الذي يدعي الآن المتظاهرين بملاحقته وبكشفه. هنالك رواية أو مبدأ شرعي في مرة من المرات جاءت على ذكر المرجعية، وهو أن الإصلاح والفساد لا يجتمعان في قلب رجل واحد. فلما تكون أدواتك فاسدة لا يمكن أن تستخدمها لعمليات الإصلاح. يعني حقيقة هنا الإشارة أستاذ باسم، الإشارة بليغة وغاية في الأهمية التي ذهب إليها السيد أحمد الصافي حين قال إن لا إصلاح خارج مسار الشعب واختياره. يعني أعاد القصة مرة ثانية حين ادعت الحكومة أنها قادرة على الإصلاح، والبرلمان أيضا قدم نفسه على هذا الأساس، كأنها انتزعت منهما هذه القدرة على الإصلاح، تأكيد لكلامك، وذهبت به إلى أنه لا إصلاح بغير إرادة الشعب. هي عادة الصلاحيات من الحكومة، عادة السلطة، صلاحيات السلطة من الحكومة إلى الشعب، على اعتبار الشعب مصدر السلطات. عندما عجزت الحكومة عن أن تصلح وأن تقدم القتلة والمسيئين والذين استطاعوا أن يعبثوا بالأمن العام إلى القضاء، إلى المسؤولية، وهذه مسؤولية تخولها الشعب أن تشتغل في إطارها، ما كان أمام المرجعية إلا أن تعيد في كلمتها وفي خطابها أن تعيد هذه الصلاحيات السلطة إلى الشعب، لكي يستطيع أن يعيد رسم خارطة السلطات على وفق قناعات خاصة. أستاذ باسم، الأحزاب والسلطة بشكل عام بالعراق فهمت هذه الرسالة برأيك؟ تفهمها وفهمتها جيدا، لكنها لا تريد العمل بها. كثير من القوى السياسية تدرك أن خطاب المرجعية يعنيها بشكل مباشر، وكثير من القوى السياسية تدرك أن الانتفاضة في الشارع والأصوات المتعالية للمحتجين في الشارع تعنيهم وتريد منهم التغيير، تريد تغييرهم، وغير مقتنعة بوجودهم، لكنهم لا يريد، هاي القوى السياسية لا تريد أن تسلم بهذا الأمر لسبب بسيط، بسبب التدافع على السلطة. هنالك نظام قديم الآن لديه أدوات ومريدين ومنتفعين ومحبين، وهنالك نظام جديد ليس لديه أداة إلا السلطة الشعبية. هذه السلطة، هذا النظام الجديد يحاول، يعني كما تصور، هل هنا لحظة عراقية الآن فيها ملامح هذا الانقسام الحاد؟ واضح جدا دكتور. وجود هذا العدد الكبير من المنتفضين والثائرين والمتظاهرين والمحتجين في الشارع الرافضين لآليات النظام القديم اللي أسس بعد 2003، رافضة لآلياته ولأدواته ولسلوكياته بإدارة الدولة، يؤكد بأن هنالك رغبة حقيقية لإحلال نظام جديد محل هذا النظام الهرم المتهاوي، والذي أخفق بأن يقدم منجز يستطيع أقناع هاي الناس. أستاذ باسم، قبل حقيقة أن ننتقل للموضوع الثاني، المرجعية بعد أقل من 48 ساعة من رسالة الزعيم الإيراني المحذرة المنذرة، سميها ما شئت، للشعبين العراقي والإيراني بأن هذه التظاهرات هي عبارة عن فوضى أمنية، وعليكم أيها العراقيون واللبنانيون الذهاب إلى الآليات القانونية، أي العمل ضمن آلية السلطة. هذا بدأ عند
على القوى، على الأقل عند القوى المنتفضة إن صح الوصف، بدأ نوع من التدخل الخارجي. جاءت المرجعية لتؤكد هذا المعنى فأغلقت الباب أمامه. نعم. هل أنت من أنصار هذه القراءة؟ لا بالتأكيد، التوقيت لم يكن عبثي. توقيت اللي جاءت به يعني كلمة خطبة الجمعة وكلمة المرجعة، وللملاحظة الأهم لم تمنع التدخلات الخارجية فقط، بس حتى التدخلات الداخلية. لأنها أشارت أي شخص أو أي جهة أو أي طرف إقليمي أو دولي. كلام صحيح. هي اشتغلت على المحليات ومنعتهم، ولذلك كان هنالك يعني حتى الجهات اللي ادعت بأن هي من أنصار المرجعية وأرادت أن تشتغل على تظاهرات، أو الشخصيات السياسية النافذة التي لها يعني قواعد شعبية كبيرة والتي كانت يعني تدعي بأن لها سلطة على المتظاهرين، حتى هذه الشخصيات انسحبت وانحسر دورها بعد خطبة المرجعية بوقت بساعات تحديدا. لذلك خطبة المرجعية كانت صمام أمان لمنع أي تدخل خارجي، لأن هذه يعني المشورات الخارجية للسيد الخامنئي كان ممكن أن تترجم على الأرض، وممكن أن هنالك جهات، انطلاقا من أن هناك جهات حتى مسلحة وسياسية عراقية تقلده وتدين بالولاء، وبالتالي هي ملزمة بتنفيذ بتنفيذ تعليماته. لكن هذا الموضوع أحد من ذلك، منح أريحية للمتظاهرين المحتجين. هل لديك حقيقة قناعة أستاذ باسل إلى أن المرجعية اليوم تقرب صورة موقفها أو صورة هذا الموقف بات مقتربا أكثر من حركة التظاهرات وحركة الشارع؟ يعني في الجمعة الثانية بعد 11، يعني مو خطبة الجمعة اللي كانت يمكن 14، في الخطبة الثانية استدركت المرجعية الموقف، وكانت واضحة وصريحة جدا في موقفها بأن هي ليس لها علاقة بأي طرف سياسي في السلطة، وهي منحازة تماما للشعب، وأكد ذلك في خطبة الأمس عندما قالت إنه الإرادة الشعبية واضحة جدا، ولا هي من تمنح وليس الشعبية. نعم، وليس لأحد سلطة على هذه الإرادة أو مصادرة هذه الإرادة، المرجعية انحازت بشكل واضح إلى الشعب، وهو الأمر الذي أحرج القوى السياسية الآن التي كانت تدعي من قربها من المرجعية أو من أن تأخذ توجيهاتها من المرجعية، أو أن المرجعية هي التي كانت وراء ترشيحها لمواقع متقدمة في السلطات الثلاث، قطعت الطريق على كل من راغب بالسلطة أو يحاول أن يستثمر بالسلطة من خلال قربة من المرجعية.